بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هناخد مثال على موضوع اللزم. في الأول هحط نمبر. شايفين بقى في صورة كده جنب الاسم بتاع العنصر اللي احنا هنحطه، بيسهل علينا وبيدينا هنا ملخص للموضوع ده، بيحتاج انبوت ايه وبيحتاج اوتبوت ايه، فبيسهل على الواحد ان هو يفهم ايه اللي هيحصل، يعني اسهل بكتير من الاظهارات اللي قبل كده. تمام، اقول له هات لي نمبر تاني، وهات نمبر تالت مادام ببلاش، واقول له انا عايز الرينج. نمبر رينج اهو، ايه نمبر رينج؟ هاخد مثلا، هيبدأ مثلا بكام؟ هيبدأ مثلا ب2، وهينتهي مثلا عند كام؟ هينتهي مثلا عند 20. يمشي خطوة خطوة ولا خطوتين خطوتين؟ خليه يمشي خطوتين خطوتين. طيب أنا عايز أشوف الكلام دوت، هقول له أنا عايز واتش. تمام، عندي واتش 3D، لو الحاجة دي هتبقى 3D. جاب لي الليست اهيت. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله تاني؟ ممكن اقول له ليست دوت لاست، اللي هي لاست ايتم. اقول له اديني اللاست ايتم. الفاريبل دوت ممكن ندخله على واتش برضو. اهوت اداني اخر رقم عندي 20. طيب ممكن اقول له انا عايز list دوت سي اتش او بي. هاخد برضو من الليست ديت، اديله هنا وسب لينس والفاريبل، او اديله هنا نمبر. تمام، ده عبارة عن ايه؟ هيقسم لي الليست ديت، بدل ما هي مثلا من 9 هيقسمهم لي مثلا كل 3 مع بعض، قالوا مثلا نمبر 3. هتشوفها لما نبدأ نحط الواتش بتاعتنا اللي تورينا الناتج. العملية دي تبقى ايه؟ اوصل الفاريبل بالواتش، فبتلاقي الليست بتاعتنا متقسمة 3 اللي هما أول 3 حاجات، وبعد كده 3 حاجات تانيين، وبعد كده 3 حاجات، وبعد كده آخر واحدة مفيش فيها غير واحدة بس. يعني بيقسم الليست بتاعتنا، بدل ما هما عناصر كتيرة، تمام، 10 عناصر، بياخد لنا كل 3 مع بعض. يبقى زيرو ليست فيها من 0 1 2 2 4 6. الليست اللي بعديها 0 1 2 8 10 12. تمام، فالموضوع بقى أسهل في الإصدار اللي هو بوينت 8، وإن شاء الله بأسف في الإصدارات اللي بعد كده. وصراحة البرنامج بيتطور، لما الواحد بيلاقي إصدار ويلاقي كتاب مختلف للإصدار التاني بيحس بالفرق، عكس الريفت والأوتوكاد آخر مثلا 10 إصدارات الفروق بينهم مش كبيرة، لأ دلوقتي بقت الفروق كبيرة جدا بين إصدار وإصدار.